سعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم سالت أجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وهطلت زخات خفيفة من الأمطار في العاصمة الرياض خلال فترة الصباح. نتحدث الآن عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة. نبدأ بالعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غائم جزئي وبارد، 13 درجة مئوية، حرارة الدنيا الملموسة 12، الرطوبة مرتفعة 76%، أما الرياح تكون غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد الاثنين في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر لكن بارد نسبيا، سكاكا 19 إلى 8، عرعر 17 إلى 6، وتبوك 21 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الغربية أيضا طقس مستقر، المدينة المنورة 28 إلى 19، جدة 34 إلى 22، مكة المكرمة 33 إلى 22، والطائف فرصة لزخات من الأمطار 23 إلى 14. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا تشهد أجواء نوعا ما غير مستقرة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وأيضا سواحل جازان الباحة فرصة لزخات من الأمطار 19 إلى 12، أبها 21 إلى 10، وجازان 29 إلى 26. المنطقة الشرقية نبدأها بالدمام، حيث تسود أجواء غائمة جزئية 22 إلى 13، حفر الباطن فرصة لزخات من الأمطار 17 إلى 9، والإحساء 21 إلى 11. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض فرصة لزخات من الأمطار خلال ساعات الصباح 21 إلى 11، بريدة 19 إلى 13، وحائل 16 إلى 8. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.